بنحييكم من جديد واهلا وسهلا فيكم بهالحلقه الاولى من وحش الشاشه اللي متابعه معكم. كان من المقرر انه يكون عندنا وحش حلقتنا الخاص اللي هو منه متاخد عن تلفزيونات او قنوات اخرى، ولكن قبل عرض حلقتنا الاولى قدر فريق عملنا انه يوصل للفنان اللي يقال يعني او المتعارف عليه اليوم الفنان التائب فضل شاكر بمكان اقامته، وتم الاتفاق معه عبر وسيط انه ناخذ منه حديث عن وضعه والاسباب اللي ما عم بتخليه يسلم حاله لحد هلا للقضاء، وصحه ما تناقل عن بعض الشهود والمتهمين خلال جلسات التحقيق وخلال جلسات المحاكمه. ولكن لما وصل فريق عملنا لمكان اقامه فضل شاكر وعرف فضل انه هذا البرنامج سيذاع عبر شاشه الجديد وليس على شاشة أخرى، شوفوا شو صار. تعرف أنا إلي من الساعة واحدة، إلي من الساعة واحدة أنا وفريق عمل كله قاعدين ستاند باي بانتظار إشارة إنه نكون جاهزين، والشباب بتعرف إنه مش بالسهولة يدخلوا ويطلعوا من عندكم. طيب شوي صغيرة بس عطيني بس. أنا بدي أكون موضوعي جدا، أنا طبعاً ما رح أكون مع فضل ولا رح أكون ضده. أنا رح أطرح الأسئلة خلي هو يجاوب عليها بما يملي عليه ضميره. انا اتفقنا احنا ان شاء الله بخلص عنده شغل مفهوم بخلص وبيجي لعندي ان شاء الله بنسجل وبالبطن. طيب يا حاج ما زال الشباب عندك الليله يا حاج، مازال الشباب عندك. بدك تطلع بالصوره، بدك تطلع بالصوره حلوه، وانا لا حالي لا مزبط حالي ولا حالي شعري ولا حالي دقني ولا عرفت شو، فلازم تعطيني مجال زبط حالي بكره ان شاء الله، ما بيكون الا مثل ما بيقول. مش اردفي يعني؟ لو اردفي بيعرف، كان حاس، كان ما دق قلبه. إذن الوسيط اللي كان بيننا وبين فضل رجع بلغنا أنه فضل سبب الحقيقي ما بده كان يعطي هذا الحديث، أنه هو لأنه بده يطلع الحديث على شاشة الجديد، وهو عنده موقف من هالشاشة بالذات ومن هالتلفزيون بالذات، لأنه بيعتبر أنه كان ضده وقال كتير مواقف بتسيء له حسب ما هو قال، وكان خايف أنه نحن ناخذ هذا الحديث ويتحور بمكان آخر يأذي. رغم التأكيدات اللي نحن أكدناها ورغم كل الضمانات اللي اعطيناه إياها، ولكن ربما هو بيرتاح لشاشات أخرى عنده ثقة يمكن أكثر فيهم، فنحن اللي علينا عملناه. وبالنسبة لنا رغم كل شيء عامله فضل شاكر برأي كتير ناس، وفي ناس يمكن بتلاقي أسباب تخفيفية لهالموضوع، نحن بالنسبة لنا كشغلنا الصحافي والإعلامي نحن كان لازم او كان مهمتنا ننقل بكل موضوعيه هيدا الموضوع للراي العام من دون تجميل. وكمان انا بهاي الفتره بالذات لانه بقيوا الكاميرات ليله كامله تقريبا عنده بمقر الاقامه، لانه كنا موعودين انه في اليوم التالي يعطي هذا الحديث، انا كان في اتصال بالاداره اللي اكدوا لي انه نحن بالجديد ما بيتمنتج ولا اي كلمه بتنقال لحدا، يعني لا لفضل ولا لغير فضل، ولا مرة عملنا هالشيء ولا رح نعملها. المهم انه كنا نسأل كل الأسئلة اللي عم بتدور بأفكار الناس اليوم، في ناس اليوم متضررة جدا، في ناس اليوم مستشهد لها أولاد، في ناس اليوم معتبرة انه يمكن زوج باسم فضل شاكر، اليوم في تحقيقات رشح عنا انه الأسير طردوا لفضل قبل ما صارت أحداث عبرة، في نحكى عن علاقة بين فضل وبعض المسؤولين الأمنيين وعن مفاوضات. كل هالمواضيع كنا بدنا نحكيها مع فضل، بس يمكن فضل ارتقى انه يعطيها لغيرنا لانه هو بيأمن اكثر لغيرنا، هيدا الشيء ما بيزعلنا. على كل نحن بدنا نشتغل بضميرنا، ولا مرة اشتغلنا الا بضميرنا.